ومش ممكن جهاز فني يخضع لسطوه، انا هقول سطوه لانها بقت ليها تاثير كبير، انا عارف بقت واحده من اهم وسائل الضغط النهارده، بقت واحده من اهم وسائل الضغط، مش ممكن مش ممكن جهاز فني هيدير فريق بطل، فريق مطالب منه انه يتوج بكل البطولات زي النادي الاهلي برضه رضوخا لمطالب الناس على السوشيال ميديا. يا جماعه في لعيبه كتير جدا ممكن انا بقى شخصيا مقتنع بيها او مستغرب انها ليه مش في قائمه المباراه دي او ليه مستر كولر ما لعبهاش في البطوله دي، لكن اكتر واحد بيخاف على الفرقه واكتر واحد في الدنيا يهمه نجاح الفريق في اي مشوار في اي مباراه في اي بطوله هو بياخدها هو الجهاز الفني. سيب دول على جنب، الاهم من ده انه اكتر واحد معايش لعيبه وعارف حالتهم وعارف مستواهم الفني ومستواهم البدني في اللحظه دي في التوقيت ده هو الجهاز الفني. ومش ممكن حد يتوقع ان في مدير فني عاقل يستبعد لاعب هيكون محتاجه او ممكن يكون بيمثل اضافه. او مش ممكن نترجم استبعاد اسم معين من قائمه البطوله على انه اللاعب ده مش كويس او ان اللاعب ده مش 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 فورمه النادي الاهلي او مش امكانيات النادي الاهلي. في حاجات كتير جدا بتتدخل في الاختيارات دي، منها سلامه اللاعب، منها مستواه الفني، ممكن يكون لاعب جيد جدا 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 واضافه مهمه جدا للفريق بس في توقيت تاني ممكن تبقى حالته الفنيه او حالته البدنيه مش في احسن مستوياتها، وبالتالي القرار في النهايه راجع لمستر كولر. عامل تاني ممكن يكون فكره، واوقات كتير جدا على فكره لعيبه ممكن تبقى بدنيا وفنيا جاهزه او يعني مستواها كويس جدا ولكن الناحيه النفسيه او الظروف المحيطه بمشاركه في مباراه معينه او بطوله معينه ممكن يكون ليها اثر سلبي كبير جدا على اللاعب ده وعلى حكم الجمهور عليه، وبالتالي لازم نحط ده في الاعتبارات. الاهم ان احنا نفكر ازاي نعدي من اوكلاند سيتي، ازاي بيفكر مستر كولر في مباراه بكره، ايه الطريقه. فريق على فكره مش يعني مش عايز اقول مش فريق كبير بس ما هوش فريق سيء، فريق محترم جدا وعامل معسكر مخصوص في كاتالونيا او في برشلونه قبل البطوله، لعب ثلاث ماتشات، عنده عناصر الى حد ما تقدر تقول عليها مصادر خطوره. فيعني لازم نفكر بس ازاي نعدي. سيبك بقى من قصه القايمه ومين اختاره ومين ما اختاروش، سيبك وقف قصه الميركاتو، في صفقات ما فيش صفقات، الاهم دلوقتي ان احنا نفتح ملف البطوله ونركز فيها خطوه بخطوه باذن الله لغايه لما نوصل زي ما قال تحديدا مستر كولر لابعد نقطه.